تقرير رسمي حديث أصدره المركز الوطني للسرطان في المجلس الصحي السعودي يبين إحصائيات الإصابة بمرض السرطان في السعودية، حيث أظهر أن من بين إجمالي حالات السرطان المكتشفة أخيرا بلغت نسبة حالات إصابة السعوديين 81.3%، فيما بلغت إصابات غير السعوديين 18.7%. بين التقرير أيضا أن نسبة إصابة الرجال السعوديين بلغت 44.2%، بينما بلغت نسبة إصابات الإناث السعوديات 55.8%. وبين التقرير أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بأعلى معدلات إصابات السرطان، بلغت نسبة الإصابة فيها 32%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 20.3%، ثم المنطقة الشرقية ب 19.2%. في الاستوديو ينضم إلينا رئيس اللجنة العلمية للسجل السعودي للسرطان الدكتور علي الزهراني. دكتور علي، مرحبا بك. مرحبا بك. مقارنة بالتقارير السابقة، هل هناك تغيرات ملفتة أولا في الأرقام؟ التقرير السنوي للأورام الذي يصدره المركز السعودي للأورام تحت مظلة المجلس الصحي السعودي، خلال متابعة حالات السرطان خلال يمكن 26 سنة، الملاحظ كان في زيادة في عدد حالات السرطان بمعدل 5% سنويا. العام 2020 لاحظنا أن في تقريبا نزول في هذه النسبة بمعدل 12%، وهذا حقيقة متوقع من 5%. لا، تقول لي أنت سنويا كان في زيادة سنوي 5%. ما بين 2019 و 2020 صار في نزول تقريبا بمعدل 12%، وهذا متوافق بحكم الجائحة أن طغت تقريبا على الأنظمة الصحية، وصار فيه يعني عدم يعني الأشخاص اللي يتوقع أن يكون عندهم سرطان ويدخلون في النظام الصحي، صار فيه هبوط في التسجيل بسبب الجائحة. وبعد كده ما بعد 2020 لازلنا في جمع البيانات، ونحن نتكلم عن البيانات الحقيقية لحالات السرطان وليست المتوقعة. طيب، الإصابات السعوديين حسب التقرير 81.3%، فيما بلغت إصابات غير السعوديين 18.7%. هذا الرقم أيضا الاختلاف فيه، هل هو كذلك له دلالات معينة؟ الاختلاف هو بسبب أنه الكثافة السكانية، طبعا عدد السكان السعوديين مقارنة بالأجانب عدد كبير. هذه من ناحية. الناحية الثانية الفئات العمرية، يعني أغلب الأجانب الموجودين يمكن في الفئة العمرية اللي فئات العاملين، وهذه نسبة السرطان فيها تقل عن فئات كبار السن. فهذه يمكن أحد الاختلاف، وهي أعداد وليست نسب. إذا بغينا نقارن السعوديين بغير السعوديين، يجب أن نستخدم النسبة العمرية أو المعيارية اللي هو Age Standardized Rate عشان نستطيع أن نقارن ما بين الجنسيات المختلفة. جيد. طيب، ما جاء في التقرير أيضا أنه بين السعوديين البالغين جاء على رأس السرطانات الأكثر شيوعا سرطان الثدي، اللي هي سرطان القولون والمستقيم، ثم سرطان الغدة الدرقية، ثم سرطان أبيضاد الدم. وكشف التقرير أن من أكثر السرطانات الأكثر شيوعا بين الأطفال السعوديين يأتي سرطان أبيضاد الدم بنسبة تتجاوز 30%، يليه سرطان الجهاز العصبي بنسبة 16.7%، يليهما السرطان اللمفاوي بنسبة 16.3%، ثم سرطان العظام بنسبة 6.8%. هل هناك أيضا دكتور علي أي اختلاف بالنسبة لهذه الأنواع أو الأمراض الآن مقارنة بسنوات ماضية؟ لا يوجد اختلاف كبير حقيقة في توزيع السرطانات بالنسبة للفئات العمرية المختلفة اللي ذكرتها، سواء البالغين أو الأطفال. اختلافات قد تكون اختلافات بسيطة في تغيير الترتيب ما بين سرطان وآخر. يعني في تقرير 2020 لاحظنا مثلا سرطان البروستات مرتفع مقارنة ب 2019 يمكن كان أقل بمرتبتين. هذا الفروقات اللي من سنة لسنة هذه متوقعة. يعني الوسيلة الأفضل أن نجمع التقارير لفترة زمنية معينة، بهذا الوقت أو بهذه الطريقة نستطيع أن نوصل للترتيب الأمثل للسرطانات حسب الفئة العمرية وحسب الجنس سواء ذكور أو بس. في أسباب مثلا
تقدم مرض معين في هذا التقرير ورجوع مثلا مرض آخر فيما ذكر؟ لا يوجد فروقات جوهرية حقيقة ما بين هذا التقرير وما بين التقارير السابقة. الفرق الوحيد فقط أنه نزول عدد الحالات أو نسبة الحالات من بمعدل تقريبا 12%، هذا هو الفرق الوحيد. أما بالنسبة يعني لتركيبة الحياة وتوزيع الحالات على حسب الفئات العمرية وعلى حسب الجنسين وحتى في مناطق المملكة المختلفة فالفروقات ضئيلة جدا. وبالنسبة للمناطق، الرياض أصبحت تتصدر القائمة بمعدل الإصابات. أتذكر دكتور بالأعداد أتذكر كان في تقارير كنا نناقشها أنه المنطقة الشرقية كانت أعداد الإصابة بالسرطان هي الأعلى. بشكل إجمالي السرطانات من منطقة الرياض أعلى من الشرقية ومن منطقة مكة المكرمة، لكن مثلا لو ناخذ سرطان الثدي مثلا نجد سرطان الثدي في المنطقة الشرقية أعلى من منطقة الرياض. هناك عدة عوامل حقيقة، منها عوامل يعني يمكن حتى بيئية ثقافية، في أيضا تقبل بعض الفئات العمرية وفئات من المجتمع للفحص المبكر. فالفحص المبكر في المنطقة الشرقية يمكن يكون يعني متقدم على المناطق الأخرى. طب في أمراض متقدمة مثلا في الرياض يوجد فروقات ما بين المناطق. يعني المثل الواضح للجميع تقريبا سرطان الفم والحنجرة في منطقة جيزان مثلا مقارنة بمناطق أخرى. هذه واضحة جدا. سرطان مثلا المثانة البولية في الشمال في منطقة تبوك أعلى من مناطق أخرى. يعني هذه الفروقات موجودة، فروقات جغرافية ولها مسببات، قد تكون مسببات بيئية وقد تكون مسببات أيضا نمط حياة. سريعا، كان في تقرير سويدي صادر من المعهد الصحي السويدي في سنوات ماضية أن السعودية تعتبر من أقل الدول على مستوى المنطقة في أعداد الإصابة في السرطان. صحيح، هذه الأرقام تختلف تجعل السعودية ترتقي في سلم هذه الدول أم ماذا؟ مع ملاحظتنا أن أعداد السرطانات ونسب السرطانات مستمر يعني متصاعدة في خلال 20 أو 25 سنة الماضية، إلا أن تظل معدلات الإصابة وأعداد الإصابة في منطقة الخليج وبالذات في المملكة العربية السعودية أقل من ما زالت الأخرى ولا زالت أقل. نعم. دكتور علي زهراني رئيس اللجنة العلمية للسجل السعودي للسرطان، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.